هاجم عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بشراسة القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب رشيد طالب العلمي بسبب تصريحات حديثة له. وعبر ابن كيران اليوم في مؤتمر جهوي لحزبه عن رفضه لتصريحات العلمي الأخيرة التي انتقده فيها، ورد عليه بالقول: أنت عيب أن تكون في السياسة في المغرب، كبرنا بالحمار، وإذا كنت أنا ذئب شارف أنت غير حمير. أنت عيب، عيب تكون في السياسة ديال المغرب، وحنا يظنينا أنه غتكون في المستوى، ورشحناك لرئاسة البرلمان وكبرنا بك. الله يرحمك ودي الوالدة قالت لك كبرنا بالحمار، كبرنا بالحمار ودرنا له هندقة، هرنطو بغى غير حلاسو. الله يرحمك الوالدة، واسمح لي إلا سميتيني أنا ديب شارف أنت راه غير حمير. وذكر ابن كيران العلمي بقضايا سابقة كانت تحوم حوله بخصوص صعوبات في شركته، وقال له: خلصتي بعدا الديون اللي كانوا عليك ولا مازال؟ الشيكات بدون رصيد، أنت عيب، عيب تكون في السياسة ديال المغرب. مضيفا أن العلمي طلب منه دخول الحكومة وهو من وعده برئاسة البرلمان. ظنينا أنه غتكون في المستوى، ورشحناك لرئاسة البرلمان وكبرنا بك. وكان رشيد الطالبي العلمي القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار قد هاجم عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية واصفا إياه باء الحلايقي الذي يسب الأشخاص ويشجع على الفوضى بدل طرح البدائل. كنت كتحكي لنا جدنا من جداتي من كنت صغير، وهادوك باش نديروا الحلقة ديال جامع الفنا كما كيديرها، لأنه هادي غيفهم شي آخر ما غيفهموش، راه بزاف عليه. وقال العلمي في كلمته خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة: عوض تقديم بدائل اقتصادية وبدائل لتطور المجتمع يسب الأشخاص ويخضعهم للتقييم، لكن العقول الكبيرة تناقش الأفكار والعقول الصغيرة هي التي تناقش الأشخاص. العقول الصغيرة تناقش الأشخاص، والعقول المتوسطة تحكي روايات، والعقول الكبيرة تناقش أفكار. بغينا نكونوا احنا مسؤولين على في هرم المسؤوليات، ان نناقش الافكار، ان نرصد المشاكل الاجتماعيه الحقيقيه، وان نبحث لها عن الحلول الحقيقيه ونقدمها للمجتمع. وانتقد الطالبي العلمي مواقف بن كيران التي اعتبرها متناقضه قائلا: التجمع الوطني الاحرار زوين، وداك اخ النوش ولد الناس، وعرفتي وانا بغيت يكون معايا في الحكومه 2016، الا بلاتي الا من بعد، لا راه دار بلوكاج دابا، راه ما كيسواش، راه المحروقات. شت التحول في المواقف.